صباح الخير. عشان شوي عم نحتار بالنباتات الداخلية، بنحب من فترة لفترة نرجع نحكي بعض الملاحظات اللي بتخص نباتاتنا الداخلية واللي شوي محيرتكم. الزراعة سهلة بس بدها شوية صبر بداية، يعني إحنا إذا بلشنا نزرع يعني شوي صبرنا على نباتاتنا وحاولنا إن نعرف بالضبط شو احتياجاتها، بعد هيك بصير مجرد إجراء، لأنه خلاص بنصير فهمنا عليهم وعرفنا إيش بدهم. فالهدف من الموضوع إنه نتشجع لحتى نزرع نباتات، وخاصة إذا داخلي، لأنه معظمنا ما عنا حدائق، فبالتالي حلو إنه يكون في عنا زي ما بقولوا ببساطة العرق الأخضر في البيت. هلأ نباتاتنا الداخلية اللي إحنا عم نزرعها جوا البيت هي أصلاً في بلادها نباتات خارجية، يعني بتعيش برا البيت لأنه في دفا، لأنه الشمس مش حامية، لأنه في رطوبة، جو مناسب لإلها. هلأ إحنا بنجيبها أو بنستوردها، سواء القديمة ولا جديدة نفس الفكرة، لكن القديمة صار زي ما بنقول هاردنينج لإلها، تعودت على جونا. فعشان هيك إذا بتلاحظوا القديم زي شوفليرا، قفص صدري، الفيكس أو اللي هي المطاط اللي بنعرفها كلنا، الربر بلانت، هدول كلهم صاروا يعيشوا برا إذا بدنا، يعني بنقدر نحطهم بجنينة. الفكرة من الموضوع إنه هاي النباتات ما تحملت لا شمسنا الحامية ولا بردنا القوي بوقت اللي هي شهر واحد واثنين وثلاثة أو شهر 12 وواحد. هلأ هذا البرد اللي كتير بيأثر على النباتات، عشان هيك إحنا زرعناها جوا البيت لحتى نعملها الجو المناسب لإلها وتعيش ونستمتع بمنظرها. هلأ في كم شغلة رح نحكيهم وياريت تعرفوهم عشان تقدروا تزرعوا النباتات ببساطة. هلأ أنا رح أحكي بشكل عام، ما رح أخصص، رح أحاول قد ما بقدر أحكي لكم النقاط المهمة. أول شيء بالنسبة للإضاءة، الإضاءة لنباتاتنا الداخلية بشكل عام عم ندور على جو شرح، يعني على غرفة كيف إحنا اللي إحنا فيها هلأ، عم بفوتها فضاء لكن مش شمس مباشرة. ليه؟ لأنه أنا إذا بحط نبتتي ورا الأزاز مع شمس تنحرق، لأنه الأزاز بصير عدسة مكثفة. فعشان هيك بنقول لكم غرفة شرحة زي هيك ممتاز لإلنا. تاني شيء نيجي لموضوع الري، واللي هو دايماً أنا بحذر منه. الري ما بدنا نزيد، بدنا نحاول نحدد يوم بالأسبوع، إما بعطلتنا أو وقت ما بتيجي المي أو أي ظرف بناسبنا نسقي فيه. يعني بنسقي مثلاً كل أحد، بنسقي كل سبت، هذا بيعتمد علينا. هلأ بعرف إنه بعضكم رح يقول لي ما بيكفي بيكفي، هلأ مش الفكرة كل قديش بحط، الفكرة قديش بحط. يعني أنا مثلاً ممكن قوار زي هيك أحط له كاسة مي صغيرة، فبالتالي أكيد رح يعطش. فعشان هيك دايما حجم المي او كميه المي اللي بدي احطها لقواري بدها تتناسب مع حجم القوار. يعني ما باجي قوار صغير بعبيه مي كتير، هو اكيد رح يصير في عفن في الجذور. فدايما انتبهوا لحجم القوار وتناسبه مع كميه المي اللي حطيناها، هاي نقطه مهمه. كمان شغله مهمه، نباتاتنا الداخليه اللي عم نشتريها وبنجيبها اللي بتجينا مستورده، ودائماً بحذركم من هاي النقطة، عم تيجينا بقواوير صغيرة نتيجة أغراض الشحن. هلأ هاي ما بنفع تعيش قد ما عاشت، مش حتطول بالقوار، فلازم نكبر قوارها. وهاي نقطة بتروح لإشي كمان مهم، إنه أنا لما بدي أحط المي أو أزرع النبتة وأحط المي عليها، بدي أكون عارفة إنه هاي القوارة مش مناسبة. ليه؟ لما بتكون القوارة كلها جذور وترابتها قليلة، ما هو أنا لما بترك النبتة إجتني بقوار صغير هدية مثلا وتركتها بهذا القوار لسنة، إذا عاشت طبعا، لأنه الفكرة من الموضوع أنه هي إذا القوار صغير معناته القوار كله جذور، لأنه حجم النبتة مش متناسب مع القوار، فبالتالي أنا ما عندي تراب كتير، أنا عندي جذور أكتر. هيك أنا لما بحط المي حتسحل كلها، لأنه ما في تراب حوالين الجذور عم تحفظ المي وبتخلي الجذر ياخدها. هاي نقاط كتير مهمة. درجات الحرارة مش كتير تقلقوا فيها، جونا يعتبر معتدل، حتى بالشتاء برا تقدر نباتاتنا داخل بيوتنا لو ما في دفا كتير بتتأقلم، يعني ما في مشكلة.
هلا كمان نقطة قبل ما أبلش شوي أحكي لكم بعض الملاحظات. اللي خايف من هذا الموضوع وعم بيلاقي صعوبة يبلش بالنباتات السهلة، يبلش بالنباتات اللي كانوا زمان عنا يزرعوها، عنكبوتة، قفص صدري، إيش أقولكم، شوفليرة، فيكس، قلب عبد الوهاب. هاي النباتات ما بدها عناية كتير، هاي بمجرد إني درت بالي على ميتها حتكون بيرفكت ممتازة. آخر نقطة السماد الداخلي مرة واحدة بالشهر بكفي، وبقدر أسمد نيتروجين فوسفور بوتاسيوم اللي هو السماد المتعادل المركب الموجود بالسوق 20-20-20 بألوان متعددة. انتبهوا مش لون واحد، له كتير ألوان حسب الشركة المصنعة أو الشركة التجارية اللي بتعمله. بالمحصلة لما بدي أشتري السماد بدي أطلع إيش مكتوب عليه. كتير عم تبعتولي بعلب معبية سماد، يعني بنصحكم بلاش تشتروه، حاولوا تشتروا السماد اللي مكتوب عليه التركيبة لحتى تعرفوا بالضبط شو اللي عم بتحطوه على نباتاتكم. عكلا اليوم معي شوية نباتات، في كم شغلة مهمة بدي أحكي لكم إياهم. معنا هاي الأنتوريوم، الأنتوريوم نبتة داخلية مزهرة، شوفوا ما شاء الله، يعني بتحسوها بلاستيك صراحة. الأنتوريوم في منها الأبيض وفي منها الزهري. الصراحة رح أحكي كم شغلة عنها لأنه أنتوا كتير مغلبتكم الأنتوريوم. الأنتوريوم نبتة ما بتحب زيادة المية أبداً، يعني أي مية زيادة بتخلي في اصفرار في الورق. شغلة تانية بنعاني منها كلنا، ثقوب بأوراق الأنتوريوم. أول شيء بتبلش بقعة لونها بني أو ناشفة وبعدين بتصير فاضية. هلأ هذا أحياناً سبب بيكون إنه عم تيجي مية على الورق، فإحنا بدنا نكون حذرين بالأنتوريوم، ما بدنا يجي مية خاصة إذا قطرات كبيرة على الورق، هذا بتعبها كتير. يعني الأنتوريوم بتحبش المي. وأكيد أكيد لازم أحكي هون ملاحظة كتير مهمة، دائماً نصيحة، ازرعوا في بيت موس داخل البيت. والبيت موس هيو، البيت موس شوفوا شو خفيف، تهويته قوية، فيه فراغات داخل التراب. هلأ إذا اضطرينا نخلط مع تربتنا الطينية، لكن بدنا نخلط بنسبة يعني خلينا نقول تلت تراب وتلتين بيت موس. بس دائماً صراحة روحوا للبيت موس بالزراعة. الأنتوريوم بتحب دائماً، وكل النباتات الداخلية. نصيحة إذا بدكم تزبط أكتر وتعيش معكم أكتر وأسهل، ازرعوها في بيت موس. الأنتوريوم هون كتير مبسوطة لأنه الغرفة زي ما قلت لكم شرحة وإضاءتها قوية لكن مش مباشرة، وشوفوا يعني ورقها هون كأنه بلاستيك ما شاء الله. فعشان هيك أنا بشجعكم عليها، بس بدنا نكون شوي صبورين، ولما نشتريها بدنا أنه نقولها على أور أكبر. هلأ الأوركيد، يعني هاي شغلات بس اللي عم تسألوا عنها كتير عم بحاول أحكيها. الأوركيد هلأ في معاي أورين أوركيد، في عندي هذا شوفوا شو حلو، وفي عندي هذا الأور. هلأ هذا الأور كان مزهر، هلأ تكوا الزهرات. برضو عم تسألوني إنه ماتت؟ لا ما ماتت. هاي نبتة رح أجيبها هون عشان تبين أكتر. هاي نبتة أوركيد ممتازة ما مالها شيء، وعشان تتأكدوا إنه نبتتكم سليمة اطلعوا على الورق، يعني شوفوا الورق قديش حلو. هاي ورقها كتير حلو، فبالتالي ما بخاف أنا، هذا كله اللي فوق معادي إنه ينزل. أي نبتة حتنزل ورق يعني سوري حتنزل زهورها بعد ما تخلص، فبالتالي أنا ما بدي أقلق إنها ماتت، وما بدي أقص ولا إشي، رح أتركها زي ما هي. الأوركيد عادة بتفتح مرتين بالسنة. ليه؟ لأنه هي بتاخد وقت لتفتح، بعدين بتاخد وقت لتطفي. هلا بالنسبه للقوار هذا رح ارجع له، هذا القوار رح اورجيكم هلا كيف بدنا نتعامل مع الاوركيد. شوفوا هاي الزهره وشوفوا هاي الزهره وقارنوا بينهم. هلا هيك بلش يطفي الاوركيد، يعني هاي زهره بتجنن وحلوه وهاي زهره دبلت خلص. ما معنى هيك انه في قله عنايه او معنى انه انا عم بقصر مع نبتتي، لا، النبته بدها تجدد ازهار، فمشان هيك بقولكم هي بتطول لتزهر. ودائماً دائماً الأوركيد ازرعوه في البارك، البارك اللي هو لحاء الخشب أو في حجارة
أو في فحم إذا بدكم. بالمحصلة ما تزرعوا الأوركيد في بيت موس لأنه ما حيكون ماشي أو ناجح زي الأوركيد، وعلى الأغلب ما حيكون أصلاً زي ما النتيجة اللي أنتوا بدكم إياها. هذا مزروع في البارك، أورجيكم البارك. هيو لحاق الخشب، لحاق الشجر. إذا عنا مزرعة أو بالبيت شجر بنقدر ناخد اللحاق، مش غلط. وبرضه بنباع بالسوق، بنقدر نشتري حتى فيه منه ألوان. هلأ برضه شغلة، لما يطفي الأوركيد إذا بلاقي أي إشي أصفر على الأوركيد بدي أقصه. أحياناً بعد ما تروح الزهرة بصير إصفرار في العرق، ما بدي إياه طالما هو أصفر، طالما ما رح يفتح. بشوف لوين الصفار ماشي، وتحت الصفار باخد 5 سنتي من الخضار وبقص العرق الأصفر. بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة ولو بسيطة عن النباتات الداخلية، لأني فعلاً بتمنى الكل يكون في بيته عرق أخضر. تتخيلوش قديش بعمل حياة داخل البيت. صفحتي إنجينير أمل القيمري، المهندسة أمل القيمري. أحلى صباح مني لألكم.